بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المحور السابع من مادة الرسم هندسي 2 Engineering Drawing 2، والذي بعنوان System of Fits and Tolerances. The topics of these chapters are the following. We will start by short introduction. After that, I will explain what is clearance fit. Next part will be about interference fit. Part number 4, I will explain transition fit. Part number 5 will be about Holt and Chaffee basic systems. And part number 6 will be about representation of fit. Finally, part number 7, I will present some examples and applications of fits. Starting by the introduction, System of fit and tolerances. The standard reference temperature is 20 degrees centigrade. For interstitial measurement and consequently for dimensions defined by the system. Due to the inevitable inaccuracy of manufacturing methods, a part cannot be made precisely to a given dimension. The difference between maximum and minimum limits of size is the tolerance. حتى ناخذ مقاسات في الصناعة، في تصنيع القطع الميكانيكية عموما، لابد الأفضل أن تكون في الروم تمبرتشر، يعني تكون في حدود 20 إلى 25 أو 30 درجة سلسوس، حتى لا تؤثر الحرارة المنخفضة جدا أو المرتفعة جدا على المقاسات والأبعاد. أيضا بالنسبة للتصنيع وطرق التصنيع، يعني من المستحيل انه البريسيجن والاكيوراسي، الدقه يعني في التصنيع، تعطينا exactly the required dimension. That means لو كان عندنا يعني مطلوب انه نصنع بعد 10 ملم for example، فمستحيل تطلع معانا بعد التصنيع 10.00 ملم، هذا مستحيل. فلا بد انه نحصل فيها بلس اور ماينس. هذا البلس اور ماينس يسمى تولرانس، الماكسيمم والمينيمم، ويختلف من طريقه الى طريقه ثانيه في التصنيع، والعديد من العوامل بنشوفها لاحقا، لكن بتكون يعني البلس تسمى الابر او الماكسيمم ليميت، والماينس تكون المينيمم ليميت. مثلا تكون الابعد هذا يكون مثلا 10 plus 0.005 minus 0.003 for example، فيكون معانا الماكسيموم سايز هنا 10.005 والمينيموم بيكون 9.997 مليمتر. ثالث نقطة، when two parts are to be assembled، في التجميع يعني، the relation resulting from the difference between the, their sizes before assembly is called fit. الفرق بين المقاسات في قطع التجميع، القطعة الأولى والقطعة الثانية، يسمى fit. يسمى fit، وفيه ثلاثة أنواع نتعرض لها لاحقا. نلاحظ ونتعرض لما يسمى بالfit خصوصا في التجميع ما بين الهول والشافت. معانا هنا الشافت، العمود، لابد أنه نعمله تجميع مع إيش؟ مع الهول، الثقب، هذا الثقب، تمام؟ هذا الثقب. كيف راح يكون التجميع؟ هل سيكون سهل جدا بمعنى أنه قطر الشافت يكون يعني بمقاس كبير بالمقارنة مع قطر الشافت، أو سيكون أصغر فالتجميع هنا سيكون يعني صعب ويحتاج يعني بريس أو شغلة زي كده. طبعا لما نكون أكبر بكثير أو أصغر بكثير، هذا يعني سام مايكرونز، نحكي على سام مايكرونز. حتى هنا الفراغ الملاحظ هنا هذا مبالغ فيه بس عشان توضيح الرسمة. هنا معانا الشافت، هذا الشافت،
تمام. وهنا معانا الرسمة الجانبية، هنا معانا العمود، الهول عفوا، هذه القطعة اللي عليها الهول من هنا من هنا، تمام. طبعا التوليرانس للهول بلس اور ماينس، هنا معانا هذه التوليرانس بالنسبة للشافت للهول، هنا معانا الابر ديفيشن بالنسبة للهول، اللور ديفيشن هنا بالنسبة طبعا من ما بين الزيرو لاين والزيرو لاين، طبعا هي ايش؟ هي النومينال سايز، النومينال سايز. هنا بنلاحظ معنا بالنسبة للشافت فور اكزامبل، هذه التوليرانس بالنسبة للشافت، خلينا نغير اللون، هذه التوليرانس بالنسبة للشافت هنا، عفوا نغير اللون، هذه التوليرانس بالنسبة للشافت، تمام، هذه اللور ديفيشن بالنسبة للشافت، هذه الابر ديفيشن بالنسبة للشافت ما بين الزيرو لاين والماكسيمم دياميتر، هنا الماكسيمم دياميتر وهنا المينيمم دياميتر، يعني مسموح انه نعمل تصنيع للشافت بقطر ما بين المينيمم والماكسيمم، ايضا مسموح انه نعمل تصنيع للهول ما بين بمقاس يعني بقطر ما بين المينيمم والماكسيمم بالنسبة للشافت للهول عفوا من هنا الى هنا، اوكي. والزيرو لاين هو على اساس البيسك سايز، تمام، هو البيسك سايز بالنسبه للاثنين اللي هو النومينال، يعني لو قلنا انه قطر الشافت 10 بلس اور ماينس سامثينج وقطر الهول 10 بلس اور ماينس سامثينج، فالزيرو لاين يكون على خصوص ال10. How to decide tolerance؟ كيف نحدد التوليرنس، هذه درجة التسامح في التصنيع في المقاس، يعني تصنيع المقاسات والأبعاد. First point to decide is the functional requirements of matting parts، بمعنى احتياجاتنا لما نعمل تجميع بين قطعتين، ومثال ذلك الأكثر انتشارا طبعا هو الهول مع الشافت. في functional requirement كيف راح يشتغل الشافت مع الهول هنا، فهذا يحدد لنا نوع التوليرانس هل هو كبير أو صغير. Next point is the cost of production، سعر التصنيع وسعر الإنتاج هنا. للعلم أنه التوليرانس هذه لما نقول مثلا عندنا بعد 10 plus or minus، مثلا plus 0.05 يعني 1/5 من مليمتر، وماينس 0.05 أيضا، فهذه التوليرانس قد تعتبر عادية. لما نقول 10 plus 0.002 minus 0.001 هذه توليرانس صغير جدا، بالمايكرونز تحسب، حتى يتم إنتاج هذا البعد بهذا التوليرانس بهذه درجة التسامح، لا نزيد على الأبر ليميت ولا ننخفض على اللور ليميت، هنا نحتاج إلى معدات تعطينا هذه البريسيجن، تعطينا هذه الاكيوريسي، هذه الدقة في المقاس. هذه المعدات، هذه الماشين راح تكون سعرها غالي اولا، ايضا اللي يشتغل على هذه الماشين راح يكون هايلي كواليفايد، فسعر اليد العاملة ايضا راح يكون عالي. ايضا المعدات، الآلة القاطعة، القاطع هنا التول، ايضا راح يكون سعره غالي حتى يتم انتاج، حتى نستطيع انتاج مثل هذه التوليرانس. فالكوست اوف برودكشن ايضا يتدخل في تحديد التوليرانس. النقطة الثالثة والعامل الثالث هو available manufacturing process، هل البروسيس للانتاج يعني هل الماكينة التي سننتج بها هذا البعد بهذا المقاس موجودة ولا لا؟ متاحة ولا لا؟ وبما يتبع ذلك ايضا من highly qualified يعني workers or technicians، وهل القاطع يعني التولز متوفر او لا. في نوتس لابد من ذكرها هنا، الاولى choose a coarse tolerance as possible without compromising functional requirements، لابد انه دائما وابدا نختار بحسب الامكان طبعا
أكبر شيء ممكن من التوليرانس حتى يكون سعر التكلفة منخفض ويكون الوقت أيضا في الإنتاج منخفض. ثانيا proper balance between cost and quality of parts. لا بد من مراعاة هنا في اختيار التوليرانس من مراعاة الكوست السعر الإنتاج مع الكواليتي of parts دون أن يؤثر. صح أن نفكر في خفض التكلفة لكن بدون التأثير على الكواليتي على الجودة في الإنتاج وجودة القطع المنتجة. لما نحكي هنا على الهول سيستم والشافت سيستم، لو أخذنا الهول بيكون معانا الأبر ديفيشن تساوي ماذا؟ تساوي الماكسيموم سايز، ماكسيموم هول سايز ماينس البيزك سايز اللي هو النومينال. أما بالنسبة لللور ديفيشن المينيموم هول سايز ماينس البيزك سايز اللي هي النومينال تعطينا اللور ديفيشن. بالنسبة للشافت هنا الأبر ديفيشن نتحصل عليها من خلال ماكسيموم شافت سايز ماينس النومينال سايز اللي هو البيزك سايز. أما اللور ديفيشن في طبعا هذا في القطر دياميتر المينيموم اللور ديفيشن تساوي المينيموم شافت سايز ماينس البيزك سايز. معانا هذا المثال هنا مثلا هنا معانا الشافت والهول راح نحكي على البيزك سايز المينيموم سايز الاكتوال سايز والماكسيموم سايز. البيزك سايز اللي هو يعتبر الاكتوال سايز المقاس المثال عندنا هنا هو قطر 25 ملم 0.00. هذا على طول بيعطينا ما يسمى الزيرو لاين. انتاج 25.00 ملم مستحيل لأن المتر حقيقة المتر ليس متر ليس 1.000 متر مستحيل. لابد يكون في توليرانس درجة من التسامح على حسب استعمال هذا المتر. هل هو في قطعة يعني البريسيجن عليها تكون عالية جدا الدقة تكون عالية جدا أو أنها تكون متوسطة أو أنها تكون منخفضة. يعني مثلا لو قلنا أنه عندنا طاولة بمقاس 1 متر يعني لما يكون 1 متر بلس أو ماينس 5 ملليمتر مثلا فهذا لا يؤثر عادي جدا وهذه توليرانس كبيرة جدا ومن المتاح أن نصنعها وتكلفتها ليست لا تذكر قد لا تكون تذكر. أما لو حكينا مثلا على البايستون أو السيلندر في الكهرباء في السيارة محرك السيارة معنا السيلندر اللي يركب عليه البايستون هنا القطر كيف راح يكون؟ هنا الدقة لازم تكون عالية عشان البايستون لما يركب في السيلندر هنا فيكون adjusted ويكون الفيت عليه مضبوط فهنا تكون البلس والماينوس بدرجة سام مايكرونز. إنتاج هذه القطعة سيكون مكلف بالمقارنة مع إنتاج هذه الطاولة. فهنا لو أخذنا مثلا المقاس المطلوب هنا الانترفال اوف توليرانس هنا فيكون على 25 القطر 25 بلس او ماينس 0.005 فهذا يسمى الانترفال اوف توليرانس فيكون النومينال سايز 25 لكن الاكتوال سايز راح يكون ما بين الماكسيموم سايز والمينيموم سايز. الماكسيموم سايز على طول بنطلعه من ايش؟ الماكسيموم سايز على طول بنطلعه من ايش؟ بنطلعه من الابر ديفيشن. الابر ديفيشن هي
النومينال سايز يعني 25 ملم زائد 0.005، فهذا يعطينا الماكسيموم سايز اللي هو 25.005 ملم. لكن المينيموم سايز والمينيموم دياميتر هنا نتحصل عليه من خلال اللور ديفيشن، واللور ديفيشن نتحصل عليها من الماينس 0.005 ملم، فيكون المينيموم سايز او المينيموم الدياميتر بمقاس 24.995، وهي ايش؟ وهي 25 ماينس 0.005 بيعطينا 24.995 ملم، وهذا المينيموم سايز. العلاقة بين الشافت والهول تكون اما انه الشافت قطر الشافت اكبر من قطر الهول، فيكون هنا الفيت يعني بيكون يحتاج عشان نركب العمود في الشافت في الهول نحتاج بريس، او يكون اصغر من قطر الشافت اصغر من قطر الهول فيكون تركيبه حتى يمكن يدوي. هذا هو الاختلاف بين different types of fit، وهذا ما سنتعرض اليه في الجزء التالي من هذا الشابتر.